انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تلاصة يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لك مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعدي. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندره النسبيه. ايه ده؟ انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبة؟ من 3 يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي 3 مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من 3 جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من 3 جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي أنجي برنساس الجامعة، يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، أصلنا فتانة. أنيسة أنجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضره. ما انا عارف، الموارد الاقتصاديه وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضره جايه تيجوا ومعاكوا الصبغه. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه يا توحه الكلام على ايه؟ يا بطه مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطه صبح تاتا 2 في 3. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياه ابوك ما تفكرنيش، دي شقه زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني؟ سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت هتسامح لي؟ حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشين على المشاريب. لا اعتبري نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. لا 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 لا.
حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تحترف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 الله. سخنه. الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم. في برم يقع على الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين. وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم. دي قصه. قصه. فضيع شلني. عادي يا شيخ. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بس يوني مستنياك. شباب يحبوا نمبر وان، عايشين كده لينا ستايلاتنا، كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمركنا، ومحدش في الدنيا شركنا، والأصلنا دايما بنحب. ريحنا وسبنا، ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي. أنا مبسوطة قوي إن أنت جيت. ما أنا بقدرش أفوت أي حفلة، أنت عارفاني. طب تحب بقى أقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقولك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعود على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟
الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوني. حلوه قوي الحفله بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفله عند واحد من الشله. على فكره طارق شكله زعلان من اللي حصل النهارده. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجه تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انجي يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل، اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي، مساء الخير يا فندم. يا ماما انزمها. لا عادي، اه لازم تبقى عادي طبعا. شوف العيال ومؤيستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كاننا هنا.